ما فكرة انك تقولي ما شنو سر جمال بشرتك؟ والله انا ما اشوف بشرتي جميلة، بس انا يعني في اشياء اسويها. اولا انا ما احط ميك اب الا بس يوم حلقتي او اذا عندي مناسبة، لكن انا يعني في اشياء اسويها. اولا انا ما احط ميك اب الا بس يوم حلقتي او اذا عندي مناسبة، لكن انا يعني غير ذلك طول الأسبوع ما أحط ميك اب نهائي. أعتني ببشرتي، أسوي جلسات نضارة، ليزر كربوني، ديرمابن، إكسلس، سويت هايفو، هاي كل الأشياء تساعد. يعني هاي طبيعي، لازم المرأة تعتني ببشرتها. احنا خصوصا الحريم يعني، او حتى البشر كلهم قاعد يكبرون مو قاعدين يصغرون، فكل انسان ما يمشي يوم قدام يحتاج عناية بشرته، خصوصا ان احنا نشتغل بالاعلام.